طبعا كل سنة بنكرم الأم المثالية على مستوى الجمهورية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي، والمرة دي الأم المكرمة المثالية هي السيدة زكية محمد في محافظة دمياط، وهي الحقيقة ست مكافحة لغاية، تولت تربية 3 أبناء مصابين بمرض ضمور العضلات. يعني حبيبتي شافت اللي محدش شافه، عكفت على خدمتهم وتوفى كمان زوجها وكملت وحدها المسيرة برفقة أبنائها لتصبح بقى هي الأم والأب والعامل الوحيد لنجاح تلك الأسرة، ده غير إن هي كمان بتعمل لسد احتياجاتهم، واحتياجاتهم مش قليلة. يعني الحقيقة مثال نادر للصبر ومثال نادر للتحمل، ربنا يا رب يقدرها ويجعلها في أعلى عليين نتيجة ما فعلته مع أبنائها. احنا معانا دلوقتي الأستاذة السيدة زكية محمد الأم المثالية في محافظة دمياط. أهلا بك يا فندم، منورانا وكل سنة وانتي بألف خير وصحة وسعادة. أهلا وسهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك طيب وبخير. كل يا سنة رب وانت طيب. أولا فخورين بيكي جدا جدا جدا، وبنشكرك طبعا على شاشة التلفزيون أمام الملايين، وإن كان ما قمت بيه حضرتك يعني لو قعدنا نشكر سنين مش هنوفيك حقك، فبنشكرك ونقولك مبروك مرة تانية. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله، انا والله مش شايفه يعني اللي انا عملته تضحيه، ده واجب عليا ان انا اني دول ولادي طبعا وحته من قلبي، وربنا يرحمهم يا رب ويجمعنا بهم في جنه النعيم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا صعب رب لما اقابلهم يقولوا لي ان انت ما قصرتيش في حقنا طول ما احنا عايشين في الدنيا يا ماما. لكن يا أستاذة زكية برضو صعب، يعني 3 أبناء مصابين بضمور العضلات. مرض ضمور العضلات مش مرض سهل وبيحتاج خدمة وبيحتاج دعم وبيحتاج مصاريف، يعني إزاي قدرتي تتحملي المسؤولية الكبيرة دي؟ إزاي قدرتي الحمد تصبري؟ لله، علمينا علمينا منك إزاي قدرتي تعملي الحمد كده؟ لله، ده كان كرم من ربنا الحمد لله، ودعوات الناس وحبها ليا الحمد لله. الحمد ربنا لله. ربنا رزقني بيهم عشان يبقوا بركة في حياتي ويقابلوني كده على باب الجنة إن شاء الله، ونكون صحبة يا رب. إن شاء الله. طب جالك بقى الاختيار ازاي؟ عرفت منين اللي اختاروك الأم المثالية على محافظة دمياط؟ ومين اللي قدم والله لك؟ والله أنا كان عندي ندوة من تبع المجلس القومي للمرأة، فاتصلوا عليا وأنا هناك قالوا لي مبروك يا حاجة زكية، أنت فزتي بالأم المثالية والرائدة الأولى على جمهورية مصر العربية. الصراحة إن أنا ما كنتش مصدقة ولا ما كنتش مستوعبة. أول واحدة اتصلت عليها عشان أبلغها الخبر هي بنت، قلت لها يا إيمان أنا فزت بالأم المثالية والرائدة الأولى على جمهورية مصر العربية. الله. فكانت فرحانة جدا، وأنا كمان كنت فرحانة جدا وكنت مستوعبة يعني اللي حصل ده، بس الحمد لله كرم من ربنا الحمد لله. ربنا يكرمك. انا قريت ليكي تصريح ان انت عانيتي شويه مع الاولاد من حته التنمر دي، ولكن انت ما كانش همك حاجه. لا لا، انا بص هقول لحضرتك حاجه، انا ما كنتش اروح اي مكان لو هم معايا، اللي يتنمر عليهم مش من حقه ان هو يبص لهم اصلا ولا ياخد البركه منهم. الله. يعني انا كنت بحاول ان انا ادمجهم في المجتمع، ما كنتش حبساهم وما كنتش عازلاهم في جنب لوحدهم، رغم ان يعني كنت بشتغل علشان اكل وعالج، لان انا كان عندي ابني رقم 2 كان بيعاني من قرح في راس، لانه كان عنده عيب خلقي في القلب، وكان قاعد نايم قاعد صاحي قاعد، فكان بيعاني من قرح الفراش، كان بيحتاج علاج كتير، بس الحمد لله ما كنتش بأثر الحمد لله، فكان هم ربنا دلوقتي حالتهم رازقني عشان كويسة الحمد خاطر لله. الحمد لله الحمد لله. ربنا يبارك لك فيهم رب ونتقابليهم على باب الجنة. وأنا ربنا بشكرك ربنا يرحمهم برحمته الواسعة يا رب. بنشكرك ونقول لك أنت يعني مثال ملهم للصبر والتحمل، يعني أنا شخصيا اتعلمت من حضرتك. أنا بشكرك. الحمد لله، الشكر لله، شكرا ربنا جزيلا. يبارك فيكم يا رب. كل سنة وأنت طيبة.